منتجات شركة الملابس الصينية شيين خالية من المواد الضارة في السعودية، هذا العنوان اللي متصدر الأخبار الساعات الماضية. فمن بعد التقارير والأخبار اللي انتشرت مؤخرا عن عثور سلطات كوريا الجنوبية على نسبة من مواد مسرطنة سامة في بعض منتجات شيين، واللي لقيوا أنه في بعض منها وصلت النسبة فيه لأكثر من 400 مرة من المستوى المطلوب، وكنا حتى إحنا تحدثنا عن الموضوع في البرنامج وناقشنا تبعاتها مع مختصين. وهذه التقارير كانت ردت عليها شركة شيين بأنها سحبت المنتجات من الموقع ومتاجرها وفتحت تحقيق وأنها ملتزمة بمعايير السلامة. فبناء على التقارير قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمخاطبة شيين وإلزامها بإزالة المنتجات اللي طلع فيها مواد سامة وعدم السماح بظهورها على منصات التجارة الإلكترونية المختلفة أو بيعها في السعودية لحين ما يتم التأكد من خلوها من المواد الضارة. وقامت الهيئة وسحبت 70 عينة من مواقع بتبيع منتجات الشركة في السعودية، ومن بعد التدقيق والفحص واختبار المنتجات طلعت بيان ما ذكرت في اسم الشركة، واكتفت بأنها شركة صينية، وقالت أنه النتيجة بيّنت أنه منتجاتها اللي في السعودية خالية من المواد الضارة والسامة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في مختبرات الهيئة السعودية. وأكدت الهيئة على موافاتها للمستهلكين في السعودية بكل جديد عن الموضوع. وحقيقة بيان الهيئة السعودية هذا خلى كثير من الناس ترجع تتكلم عن إنه اللي جالس بيصير في الشركة جزء من حرب تجارية وسياسية، كون التطبيق مثل ما قلنا سابقا منتشر كثير، والتسوق عبر منتج أو متجر شيئين الإلكتروني صار من البديهيات يعني عند كثير من الناس. وفي ناس حتى وفي نفس الوقت يعني لاحظنا كمان وإحنا بنقرأ ردود الفعل على البيان إنه طمن الناس يعني وريح كثير منهم. ومعنا عبر الهاتف من الرياض المهندس وائل الدياب المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أهلا فيك معنا. خلينا في البداية أول شيء نستفسر منك عن موضوع عدم تسمية شركة معينة في البيان، هل هذا كان الشيء مقصود أو له أسبابه يعني؟ البداية مسي عليكم على المشاهدين المستمعين الكرام. بالفعل اليوم عملية الرقابة والتدقيق على منتجات تدخل المملكة هي لا تشمل فقط شيئين، تشمل أكثر من منتج وأكثر من شركة ومن دول مختلفة. عدم التسمية هي فقط لنوضح أن هذه العملية هي عملية يعني مستمرة، لا تركز فقط على نوع أو معينة أو بلد معين. طيب، ولكن يعني هي كثير من الأشياء خلينا نقول المثارة كانت حول شيء تحديدا، فأنتوا إيش العملية اللي قمتوا بها؟ يعني هل قمتوا بأخذ عينات وفحصها؟ إذا تشرح لنا هذه الجزئية. بالفعل احنا طبعا يوجد لدينا طبعا مركز لرصد المنتجات غير الآمنة، وبشكل دوري نرصد المنتجات اللي نرى قد تكون يعني غير آمنة ونتفاعل معها، سواء تم التصعيد على مستوى عالمي او لم يتم التصعيد. أوكي. لكن في حالة في هذه الحالة شيء لا، بالفعل يعني كان فيه يعني حراك سريع في اقل من اسبوع. معظم الجهات المعنية داخل المملكة سواء رقابية او تشريعية كان لها دور، اخذنا منتجات من اماكن مختلفة، اماكن شحن مختلفة، سواء من مطارات او من مستودعات او غيرها، ومباشرة أحيلت هذه العينات إلى مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعشان نضمن النتائج تكون دقيقة
خلناها ايضا الى مختبر جامعه الملك سعود كمختبر محايد، وايضا الى مختبر خاص، وعلى اساس انه هذه المختبرات يجب ان تكون معتمده في مجال الاختبارات الكيميائيه. وبالفعل تم اجراء اختبارات وبدات تخرج النتائج تباعا، يعني بالتوازي بدات تطلع النتائج، وفعلا اثبتت النتائج انه اللي اجريناها. طبعا اجرينا اختبارات مستوى الملوثات الكيميائيه، واختبار ايضا السميه، واختبارات الفيلايتس والمعدلات تركيز العناصر الثقيله مثل الرصاص والزرنيخ وغيرها، طبعا من الاختبارات اللي منصوص عليها في المواصفات. المفروض النسب تكون يعني وفق المواصفات القياسيه السعوديه، والحمد لله خرجت كل النتائج تفيد بان الاختبارات كانت سليمه و انها ضمن الحدود المسموح فيها في المواصفات القياسيه السعوديه. ايه طيب، هيك كانت الناس كمان تحدثت سابقا، او الدراسه تحدثت سابقا عن اشياء معينه اللي هي لها علاقه ب، خلينا نقول، اشياء الاطفال او مثلا الاشياء اللي بيدخل فيها البلاستيك والامور هذه، هل هذه كانت جزء برضه من العينه اللي انتم اخذتوها، ولا انتم كانت عينه عشوائيه، ولا هي يعني العينه اللي تحدثوا عنها حول العالم كمان تاكدتوا من عدم وجودها في المتاجر السعودية يعني؟ طبعا اهم شيء قمنا فيه يعني طور يعني بدء عملنا وتنسيقنا مع الجهات، انه كنا مستعدين انه نلزم جميع المنتجات المذكوره احترازيا، انه نلزم بايقافها من منصات التجاره الالكترونيه او انها تباع يعني للمستهلكين في المملكه حتى نتاكد من سلامتها. هذا كان الاجراء موجود. بالتاكيد ركزنا على المنتجات النسيج، خصوصا ما يرتبط بالاطفال. يعني معظم العينات ركزت على هذا الجانب لانها قد تشكل يعني خطوره كبيره على الاطفال. طبعا العينات تمثل يعني عينات مختلفه، 70 عينه مختلف انواع النسيج، بحيث الراعي فعلا انه العينه تكون يعني تعطينا انطباع واضح عن هذا التصعيد الاعلامي اللي كان موجود. اوكي، وانتم اخذتوا اكثر من شركه، مو بس شي ان، اكثر من شركه صينيه خضعت لهذا الاختبار. لا، البيان بالتحديد يتكلم عن شي ان. البيان تحديدا اوكي يتكلم عن شي ان. طيب، الشيء الثاني اللي كنت حابه اعرفه منك مهندس وائل، انه بشكل عام الان اثير الضجه اعلاميه على موضوع شي ان بسبب طبعا الدراسه اللي حصلت والكلام ده كله، والموضوع اصبح موضوع عالمي، لكن بشكل عام هل انتم بتقوموا بهذا النوع من الاختبارات بشكل دوري على المتاجر الالكترونيه وما الى ذلك غيرها من المتاجر؟ خليني اعطيك بدء فلسفتنا في المملكه ابتداء من عام 2016. واحده من برامج التحول الوطني، واحده من مبادرات برنامج التحول الوطني كانت سلامه المنتجات في المملكه العربيه السعوديه. المبادره هذه واحده من الامور اللي فيها تركز على جانب انه متابعه مؤشر المطابقه في المملكه العربيه السعوديه. احنا نقوم بشكل دوري بوضع مؤشر، ندخل الاسواق نشتريها بشراء وليس فقط سحب. ايوه، بحيث انه يعني ناخذ دور المستهلك ونختبر بشكل دوري من كافه المنتجات اللي قد تشكل خطوره بشكل سنوي، بالاضافه طبعا للادوار اللي تقوم فيها وزاره التجاره من ناحيه الرقابه على الاسواق، ونتابع هذا المؤشر بشكل سنوي، هو جالس يرتفع او يكون في تناقص، ونتاكد من كل المنتجات ونحللها، ومن ثم نحيلها طبعا للجهات التنفيذيه والرقابيه بحيث تتخذ الاجراءات اللازمه والصارمه تجاه الشركات. أي طيب، أنت تحدثت كمان أنه هو عمل يعني تكاملي، أنتم بتدخلوا فيه أنتم وجهات أخرى، مثلا في حالة اللي حصل الآن مع شي إن والتأكد من سلامة البضاعة الموجودة في المملكة، مين الجهات اللي دخلت في هذا الموضوع؟ جميل، سؤال ممتاز. طبعا أعطيك مثال، عندنا وزارة النقل مثلا وخدمات اللوجستية، كنا في حاجة أن نتواصل مع الشركات الناقلة. أيوة، اللي على تواصل مع شركة شي إن، وايضا كنا في حاجه ان نتواصل مع هيئه الزكاه والضريبه والجمارك ايضا للدخول الى ارض المطار، وايضا والتاكد من العينات الموجوده، وايضا وزاره التجاره كاحد الجهات الرقابيه والتنفيذيه اليوم في المملكه كنا ايضا على تنسيق معها. كل الجهات كانت تتعاون معنا كل باختصاصه بحيث نحقق هدف واحد. الجميل في الموضوع ساره، اسبوع واحد وقت قياسي لعمليه السحب والتدقيق والتحليل وايضا اخراج النتائج. ايوه صحيح، لا كان جيد يعني هذا التفاعل والبيان، يعني صراحه طمن كثير ناس، ويعني حسسهم انه يعني فعلا الاختبارات تمت وانه بسلامه القطع المعروضه. احنا بنشكرك على هذه المداخله، كان معنا من الرياض المهندس وائل الذياب المتحدث الرسمي للهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.